أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها
فَتَنَازَعُوا
طريقتكم المثلى طريقتكم المثلى يا
إنما تقضي
يقضيها به الحياة الدنيا وذلك جزاء
فتزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل كلوا من
طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما
القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا فتبنه من أثر
الرسول فنبذتها فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. صدق الله العظيم.